أقيموا صفوفكم لصلاة القيام. صفے سیدھی کر لیں، اپنے لباس ٹخنے سے اوپر کر لیں، خواتین بھی اپنے صفے سیدھی کر لیں. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك
أكبر. بسم الله. ولا إحنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحمد ذو العصف والريحان فبأي آلام
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان منتكين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي كذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا.
واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل دعانا، اللهم تقبل جميع عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك ما شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، الذين يصعدون لهذا المسجد المبارك، الذين يصعدون
والغيبة والنميمة والغش والحسد من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا الشريفين وفي كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتق رقابنا من النار. اللهم آتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها سرها وعلانيتها يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وطرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ورقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعل قبره روضة من رياض الجنة والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ولوالدينا 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 ولجميع المسلمين الأحياء منكم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانه وتعالى.